النور يا فندم. اتفضل احكي المنام بتاعك اللهم اجعله خير. وانا حلمت يا فندم من فتره، اختصارا للحلم يعني، ان انا كنت في مركب وكانت في امي واختي قابلوني في المركب، والمركب غرق تمام، وقابلت راجل لابس ابيض اتشبه لي في المنام ان هو سيدنا علي. سيدنا مين؟ سيدنا مين؟ سيدنا عيسى يا فندم. سيدنا عيسى عليه السلام. تمام؟ ايوه. وقابلني راجل تاني يعني هو جسمه جسم طفل صغير، وشكله يعني وش شاب، بس جسمه جسم طفل صغير. الراجل ده قال لي انت ليك ملك. انت ليك؟ والراجل ليك ملك. ملك. وانا ليا ملك، والشخص التاني اللي معانا اللي هو سيدنا عيسى ليه ملك. طيب. المنام ده من امتى؟ بس وراح بعد كده بص للسماء يا فندم، والسماء نورت في وشه ومسك ايدينا احنا الثلاثه في يعني تشبيك في بعض كده، وقعد يبص في السماء ويقول كلام يعني مش طالع له صوت، بس السماء نورت في وشه وخد صقر من السماء وادهوني في ايدي. الصقر ده لونه كموني منقط ببني. قول لي الحلم ده من 7 سنين وانا مش لاقي له تفسير. من 7 سنين. طب انت في الفتره دي هل مريت بتجارب مثلا فيها مشاكل لا قدر الله، ولا قلق او تعب في حياتك في خلال السبع سنين؟ هو انا يا فندم انا كفيف من 2013. يعني بعد المنام ولا قبليه؟ لا يعني قبل المنام انا كنت كفيف. فابتديت ساعتها بقى اشوف احلام غريبه، فالمنامات كبيره يعني. طيب لا تفسير في حياتي من قبل المنام. شكرا، اشكرك. اولا رؤيه سيدنا عيسى هي دلاله على الشفاء من الداءات للانسان. وان كان الانسان فقد بصره فهو لم يفقد بصيرته. وربنا سبحانه وتعالى مواليه زي ما قلنا في اول البرنامج، مناقزه ومناما. فياتي له بالمبشرات وياتي له بصلاح الحال. فرؤيه سيدنا عيسى على وجه الخصوص هي رؤية شفاء لهذا يا رب. الرأي يا رب. ودلالة على أن ربنا هياخد بإيديه وهيوقف ناس جنبه وهو في ابتلاء. لأن معظم حياة الأنبياء كانت في إيه؟ ابتلاءات. في ابتلاءات في حياتهم، ولكن النور اللي ظهر ده هو نور البصر ونور البصيرة بإذن الله عز وجل. يا رب الله إن شاء الله.